اعزائي المستمعين نحن الان مع الدرس الثاني من دروس ماده البحث والمصادر وهو المكتبه وقد عرفنا المكتبه لغه واصطلاحا والان نحاول الجواب عن سؤال متى نشات المكتبات اما عن نشاه المكتبات فاننا لا نستطيع ابدا الوقوف على البدايه الحقيقيه لنشاه المكتبات بالتحديد الدقيق لكن يمكننا ان نقول ان الكتابة قد عرفها الانسان قديما، ووجدت كتابة اثرية تدل على ذلك. ومن ذلك على سبيل المثال كتابة قدماء المصريين، كانت تحوي معارف عامة عن الملوك ونظمهم الحكمية وسياساتهم وطبهم وعلومهم وتاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم وحروبهم إلى غير ذلك من أمور عرفها المصريون القدماء وذلك في الكتابات قد سجلوها لنا أيضا مكتبات بلاد الرافدين العراق الشقيق هي في الحقيقة قديمة بل تسبق البابليين أنفسهم وكذا مكتبة نينوى وتل العمارنة وبابل وكل هذه المكتبات كان خطها المسماري أي ما كان يكتب به أهل بابل أيضا من المكتبات القديمة والتي لا يمكن لباحث في, في المصادر البحثية أن يغادر الوقوف على مكتبة الإسكندرية إنها الأساس بل إنها من أشهر المكتبات قديما وحديثا ولها تاريخ علمي وآثار فكرية تكاد تنفرد بها هذه المكتبة عن سائر مكتبات الأقطار الأخرى أما عن الكتابة في عهد صدر الإسلام إن شئنا محاولة التحديد لنقطة زمنية نبدأ بها في هذه المادة الطيبة فإننا نقف على المكتبات القديمة عند المسلمين حيث نمت الكتابة في العهد الإسلامي وترعرعت وتقدمت وكانت تلقى دعما كبيرا من سيد البشرية صلى الله عليه وسلم ومن خلفه الخلفاء الراشدون ومنذ العهد الأول للدعوة الإسلامية كتب المسلمون القرآن الكريم كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه الذين يجيدون الكتابه بكتابه بعض احاديثه صلى الله عليه وسلم. اما عن اولى المكتبات في الاسلام فتاتينا مكتبه سعد بن عباده الانصاري رضي الله عنه، وكانت هذه المكتبه تضم كتبا من الاحاديث النبويه الشريفه. كما كانت مكتبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكانت تضم مصحفا كتبه، وكتب ايضا عليه بعض التفسيرات والتعليقات، ومنها بالتحديد بعض الاحاديث النبوية الشريفة. كما كانت مكتبة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكانت هذه المكتبة عبارة عن صندوق به احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مكتبة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ذاك الذي كان من بين اصحاب النبي يجيد الكتابه بطلاقه. اما عن اشهر المكتبات الحديثه والتي لا يمكن لباحث ان يغفل النظر اليها فياتي في مقدمتها مكتبه دار الكتب المصريه بمصر بالقاهره وهذه منار مناره علميه يحتاج اليها الباحثون من اقطار الدنيا وكذلك مكتبه دار الكتب الظاهريه بدمشق بسوريا وايضا مكتبه الحرم المكي بمكه المكرمه ومكتبه الحرم المدني بالمدينه وايضا مكتبه الكتب الوطنيه بالرياض وكذلك مكتبه الملك فيصل وهي من اغنى المكتبات واكثرها تطورا وكذلك لا يمكن أن ننسى الجزائر والمغرب العربي فتأتي المكتبة البادسية بالجزائر لتكون ضمن أشهر المكتبات حديثا. وكذلك مكتبة الأزهر الشريف بالقاهرة إذ إنها تحوي كتبا قديمة بل إنها من أشهر المكتبات التي تحوي مخطوطات ضخمة ما زال العالم يتجه إليها أما عن نظام المكتبة وفهارسها، فإن نظام المكتبة يكون على هذا النحو: المكتبة تحوي عدة قاعات للكتب، كما أن المكتبة بها قاعات مخصصة للقراءة والمطالعة فقط، وبها كراسي يجلس عليها الباحثون والكتاب والزائرون، وأيضاً لكل علم أرف خاصة به، فهناك. علم التاريخ وهناك علم السيرة وهناك علم الحديث وهناك علم الجغرافيا وعلم التاريخ وهكذا لكل علم أرفف خاصة به حتى يسهل للباحث الوصول إليه سريعا. لكل مكتبة فهارس متنوعة وأيضا لكل علم فهارسه وكذا المكتبات حديثا وهي المكتبات الإلكترونية مزودة بتلك الآلات كالحاسوب الذي أصبح ضروريا للمكتبات وآلات التصوير وغيرها، تلك إذا بعض الجوانب التي تقوم عليها المكتبات، وبذلك نكون قد أنهينا هذه الناحية من المكتبة.